ولد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في 8 يناير لعام 1982. هو أكبر أبناء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. تقلد عدة مناصب، آخرها عام 2016 نائبا لمستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. خالد بن محمد بن زايد آل نهيان هو نجل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي 17 والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. والدته هي الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان. شارك في إطلاق ونمو مشاريع متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك 60,000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية في السعديات جروف في أبوظبي، افتتاح مساحات جديدة داخل المجمع الثقافي وفي منتزه جبل حفيت الصحراوي، ومبادرة لحظات أبوظبي كجزء من برنامج غدان 21. يؤمن أن الشباب هم العامل الرئيسي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وإيمانا منه بدعم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إطلاق منصة شباب من أجل الاستدامة من قبل إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال من الطاقة النظيفة، مصدر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، كما أنه يقدم برامج اللغة والشعر العربي من أجل التنمية. هو خريج أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة. هو عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك منذ 28 فبراير شباط عام 2021، ورئيس مجلس برنامج الجينوم الإماراتي منذ 15 يونيو حزيران لعام 2021. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.